باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي كالمعتاد بمجموعة من الأسئلة وبعد كده نشوف الموضوع الروحي بتاعنا هيكون النهاردة. سلام يا أبونا، إحنا أسرة مكونة من 4 أفراد. السؤال طويل قوي فأنا أقول الحتت اللي صاحبة السؤال تعرف إن هي صاحبة السؤال، وفي الوقت نفسه مش هخل بالمضمون قوي. سلام يا أبونا، إحنا أسرة مكونة من 4 أفراد، بنت وولد أكبر مني ب4 سنين، ووالدي عنده كذا سنة بقاله 40 سنة مش بيشتغل ووي لآخر. مفيش أي حاجة تمنعه من الشغل، لكن هو معتمد كل على ورثه الذي يبلغ حوالي 8 مليون جنيه. بس اللي شفني يقول دي ناس شحاتة، حتى ما كانش عايز دخلنا جامعات خاصة مع إنه مقتدر، وماما صممت ودخلنا أنا وأخويا، وهو قاعد 24 ساعة في البيت على طول خناقات، وعلى طول صوتنا عالي كل يوم لازم نتخانق في البيت. تكتب تفاصيل بقى كلها في الجزء ده. رافض يبيع أي حاجة، ولو هو باع حتة أرض صغيرة ممكن نعيش عيشة تانية خالص هتحل كل مشاكلنا. وكمان أخويا مش عارف يتجوز عشان للأسف بيجهزني في حياته واقفة، وبابا مش حاسس بينا خالص. أنا دلوقتي ما بقتش مستحملة كلمة من بابا، مش مستحملة أسمع أي رأي ولا أي حاجة بقولها، لدرجة أنه لما بيصبح عليا صباح الخير مش برد. وماما اتكلمت معاه كتير وتقول له قرب من عيالك وخليهم يحبوك، هات لهم اللي عايزينه، ولا كأنها والآخر. وأنا أخدت قرار إن أنا عاوز أتجوز مهما كان التمن ومهما كان التنازل عشان أسيب البيت ده وأريح بالي من كتر الخناقات اللي شفتها في حياتي. كمان اخترت أتجوز في مكان بعيد عشان نقلل من المقابلات، إحنا كلنا حياتنا متدمرة بسببه، مع إنه شخص طيب بس ما عندوش حكمة في التصرف. ارشدني يا أبونا. يا بنتي مفيش إرشاد أقدر أرشدك بيه غير إن كنتوا تحتملوا كلام ماما اتكلمت، وانتي وأخوك يا ما كلمتوه، ده بيبقى طابع متأصل فيه هنتعايش معاه. ونطلب إن ربنا يدينا هدوء داخلي، ونقول للماما ما تناقشهوش كتير، ما احنا عرفنا أخرته خلاص، جاب أخره. كل ما هتتكلم في جنيه زيادة يصرفه البيت كله هيدفع التمن من خناق، فهو صليب. ده صليب. على فكرة اللي أنا بقوله ده مش سلبية، لأنه إيه الحل التاني؟ ده لو نزل له الملاك ميخائيل ظهر له بالليل أنا قال له ميخائيل رئيس جند الرب بقول لك ما تعملش كده، مش هيتغير. وبعدين هو في جزء تاني أنت بتقول أنه طيب، فوكس بقى أنه طيب على الحتة دي، وفهمي ماما أن الجدل كتير في الفلوس مش هيحل، لكن من حين لآخر نفهمه ان واخده بالك انه برضو بالضغط قوي جه في موضوع الايه الجامعه، فممكن بالضغط قوي يجي في موضوع حتى الجهاز او يجي في حاجه كده يعملها لك. لو قدرنا ندخل ناس من العيله زي الاعمام يمكن، لو قدرنا ندخل كهنه، بس ما اعتقدش الكهنه يعملوا حاجه، على قد زياره وهيرجعوا ومش هيتغير. نقبل ونطلب ان ربنا يعوضنا في الزمن الجاي، ودي تجربه مش قليله. ما هو برضو الحمد لله نشكر ربنا ان احنا في بيت وان احنا اسرة، وانك انت بتتعلمي تعليم خاص وجامعة بمصاريف غيرك برضو مش طايلها، فاشكري على القليل الموجود واستحملي الصعب واعتبريه صليب ما عندناش القدرة على تغييره. ففي اوقات يا جماعة ما بيبقاش في حل المشكلة غير ان احنا نقبلها، وما رفضتش الحلول البديلة اللي انا اشرت ليها ان حد يكلمه واوي لاخر، وكنت اشك في جدوى ده. ربنا يا بنتي يدوكوا احتمال. سلام يا ابونا، انا ابنك بدرس في كليه هندسه في سنه ثالثه، عندي 4 بنات اخوات، بابا راح السما من شهر تقريبا، وكان مشارك عمي بمصنع منتجات حديد ومعادن. المشكله ان عمي عاوزني اسيب الكليه عشان امسك مكان بابا، وانا قلت له صعب جدا، قال لي خلاص نفض الشركه وخدوا نصيبكم انتم فلوس وشغلوها براحتكم. وطبعا ده صعب لان احنا عايشين من الدخل بتاع المصنع، انا وماما واربع بنات ومنهم اعدادي وثانوي وطب بيطري وأسنان، وماما ست بيت لا تعمل. وحتى أخواتي البنات قالوا ممكن نساعدك يا عمي كل واحدة يوم تنزل معاك المصنع، رفض وقال ده شغل رجالة. قلت له أجيلك بعد الكلية، رفض، قال لي عاوزك من بداية اليوم لآخر النهار. وكلمنا أب كاهن قريب منهم، قال مش مع عمك لأن عمك محدش ينفع يتفاهم معاه لأنه غلط،
وطبعه صعب. كلمت أب اعترافي قال لي خليه يعمل اللي هو عايزه، مش هيقدر يعمل حاجة. لكن للأسف الشهر ده رفض يدينا مكسب المصنع بحجة إن مش شايل معاه الشغل. ارشدني أبي هل أترك الكلية، ولو أعطاني نصيب بابا فلوس أكيد مش هيكفي مصاريفنا. أول حاجة، إحنا في صيف دلوقتي، فإيه المانع أنك أنت تنزل الثلاث أشهر بتوع الصيف دولة، انزل كل يوم وشوف الشغلانة وافهمها كويس قوي، وشوف من الموردين والتصنيع شكله إيه، وبتجيبوا الحديد الخردة منين، وبتسيحوه فين، وإذا كنتوا بتسحبوه أسلاك بعد، يعني شوف أنت الشغلة افهم مصارينها. وانت بتقولك في كلية هندسة يعني المفروض عقلك شغال. فالمفروض انك انت بعد الثلاث اشهر دول هتوصل لقرار. كلية هندسة من الكليات الصعبة اللي ما ينفعش تشتغلها بارت تايم، فيبقى عندك تو اوبشنز، يا اما هو مش مخيرك، انت ممكن تعمل حاجة تاني، تقول له احنا موافقين ان حضرتك يا عمي بدل ما تاخد 50% خد 70%، لأنك أنت ليك حق إدارة وهنقبل بال30%، وأوعدك أول ما تخرج أرجع واشتغل معاك وتبقى 50%. يبقى أول حل ادرس الموضوع عشان تعرف راسك من ليك، وإيه اللي تقدر تعمله وإيه اللي ما تقدرش تعمله. وحتى لو أنت أخدت الفلوس وحطيتها في بنك، الباقي هتقدر تعيشه منه ولا مش هتقدره؟ ولو احتفظت براس المال تقدر تعمل المشروع ده بعد ما خدت خبرته؟ كلها بدائل. يبقى نمرة واحد اشتغل الثلاث اشهر دول معاه. نمرة اتنين، خيروا ان هو ياخد نسبة 20% وانتوا تاخدوا 30%، ونعيش على قدنا قوي لغاية لما نخلص. بعد ما نخلص اشتغل معاه. ولو انت عندك طموح في يوم من الايام، لو ما كانش السنة دي يبقى بعد كذا فترة هتقدر تستقل عنه وربنا يديك. في حل تالت بس انا مش هقترحه عليك، انا هقوله كده في الهوى بس اوعى تقول ابونا قال، يعني ده اقتراح، ان لو طلع ان فعلا لا هنقدر نسحب الفلوس، حل انا بقوله من وراء قلبي، بقوله وانا موجوع، بقوله وانا مش مرتاح، بس اوقات المضطر يركب الصعاب ويقدم تنازلات. حل الثالث والاخير، مش طالع، انت عارف انا هقول ايه؟ ايه؟ لا ما قلتلوش سيب الكلية، انت بقى لا، ما هو علم وراثة ممكن يخرجهم بالبيع والشراء او يحجب عنهم الفلوس ويتعبهم تبقى محاكم والعند ويطلع المصنع بيخسر، فبلاش سكة القضاء، هيلعب 100 لعبة مش هيديهم حقهم. لا، حل واحد تاني، تقبل انك تشتغل معاه وتاخد السنة في سنتين. أنا مش موافق على الحل ده، بس إذا ما كانش في غيره ما فيش غيره، هتقسم الكلية الترم في ترمين. فلو عندك 4 مواد في الترم يعني 8 مواد في السنة، هتاخد ترمين وتشتغل وتاخد ترمين وتشتغل. يبقى أنت في يوم من الأيام هتبقى مهندس ليتر أون، يمكن ربنا يحنن قلبه بعد سنة وما تضطرش تعمل التنازل ده غير سنة واحدة. بس في الآخر خالص اللي بيخلينا نركب الموجة الصعبة، في اللي أصعب منها، إنك عندك 4 أخوات وأم ما بتشتغلش، وكليات بتاخد مصاريف كتير زي طب أسنان وطب بيطري. فأوقات الواحد بيضطر إنه يتنازل عشان كوم اللحم اللي في رقبته. فأنت بقيت راجل البيت وبقيت مسؤولية على كتافك. يشهد عليا يا ابني ربنا، أنا بقولك كده وأنا مش مرتاح، بس ممكن يكون ده أسوأ آخر الحلول المتاحة. يبقى تنزل الصيف تفهم الشغلانة، تقدر بعد كده اللي ممكن يتعمل وما تكملش، وربنا يرشدك للصح. مساء الخير يا أبونا، أنا كنت عايز أطلب من قدسك مشورة، أنا دلوقتي متقدم لعريس، هو كان معايا في الكلية وأكبر مني ب4 سنين، بس ما تقدمليش قال لما اتخرجت وبيشتغل في بنك ودخله كويس وعنده شقة كويسة وحقيقي الولد كويس جدا وبتاع ربنا ومستعد يعمل أي حاجة عشان يبسطني، وكمان في توافق فكري بيننا لأن أنا عرفته لفترة كويسة وشفته في مواقف مختلفة. المشكلة إن أهلي رافضينه تماما، وحتى مش راضين يقابلوا أهله مع إن بابايا شافه هو شخصيا وقال له اني مش معترض عليه، لكن اعتراضهم على اهله عشان شغلانتهم بسيطه. باباه
عنده محل وبيصلح فيه أجهزة كهربائية، ومامته شغالة سكرتير عند دكتور، وعمه شغال في السباكة، وأنا ماما دكتورة وبابا مدرس، وبقية العيلة وظائف متشابهة، ولكن يا ابونا هو الولد نفسين كويس وشبعان وما عندوش أي إحساس بالنقص. وبعد ما شفت العيوب والمميزات اللي فيه وأحكم ما أنا هقدر أتعايش مع ده ولا لأ، فأنا مش عارفة الحل يا ابونا، حتى لو قلت لأهلي نقابل أهله وساعتها نحكم باللي نشوفه، ولكنهم رافضين تماما وشايفين إنه مدام ديت وظائفهم يبقى ليه الإحراج، يبقى أكيد خلفيتهم مش هتكون، وأن هيحصل مشاكل بعدين بسبب الفرق ده كمان بسبب المظهر الاجتماعي. بص يا بنتي، بواقعية بواقعية، لما اتكلمنا على موضوع الارتباط زمان قلنا أن في حاجة اسمها توافق مادي، يعني ما تبقاش الجاب كبير عشان ما حدش يحسس التاني أن خدتك بشنطة هدومك يا 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 يا، ولازم يكون في توافق اجتماعي. يعني ايه توافق اجتماعي؟ يعني على مستوى الوظائف، على مستوى الاجتماعات، عشان لما الولد والبنت يروحوا بيت جده ده ويروح بيت جده ده مش هيحسوا بالفرق، وبيت خاله ده غير بيت عمه ده، يعني فاهمين. صحيح الله لا يميز، بس انا هديكوا نصيحه، انتم كاولاد لما تيجي تتقدم حط خلفياتك الاجتماعيه مع مؤهلاتك، حط خلفياتك الاجتماعية مع مؤهلاتك. يعني ممكن أبوك أنت يكون عامل بسيط شغال بالإعدادية ولا يعيب شيء أمام الله لأنه قديس أكتر مني ومنك، لكن لما تتعرف على بنت في الكلية أبوها دكتور في الجامعة ويقول أصل باباها عامل في مصنع أو في ورشة، لأنه هو كسيب، يعني من ناحية الفلوس ما عندهمش مشكلة، بس من ناحيه التعليم عددية لا، يبقى الكواليفيكيشنز والوضع الاجتماعي بتاع اهلي انا ده في كفه مؤهلاتي. ما تقولش ذنبي ايه، لا انت زي الفل، وابوك وامك دول احسن من اب وام مليونيرات ووارثين لانه عصامي ورباك، وانا فخور ان انا اشوف الناس دي. بس تقييم الله وتقييم الكنيسه شيء، وتقييم المجتمع اللي احنا عايشين فيه شيء تاني. فبواقعيه أهلي جزء من الصورة بتاعتي أنا، لأن هيبقى في أهل يقول لك لا، يعني في فرح ممكن الراجل يكون مليونير بس كلهم صعايدة وبيلسوا جلاليب وقفطان، والتانيين كلهم بدلهم من إيطاليا ومن فرنسا، دول أغنياء ودول أغنياء، يبقى في التكافؤ المادي موجود لكن التفاؤل الاجتماعي مش موجود. فاهمين الفكرة؟ دول ستاتهم كلهم بيشتغلوا، ودول ستاتهم ما يتعلموش اساسا، يعني ابتدائيه تفك الخط وكفايه، احنا مش ناقصين فلوس ونشغل ستاتنا ولا ايه؟ فرق الكالتشرز بيفرق. فبواقعيه لازم يا بنتي تفهمي ان اهلك مش هيقدروا، وانت من غير اهلك مش هتقدري تقبلي انك تتجوزي من غير رضاهم. عشان كده البنت العاقله قبل ما مشاعرها ترتاح لإنسان وتقول ده خادم وكويس وابن ربنا ومتفاهمين ومطلقين وكل حاجة، تكون عندها general picture عن هو وخلفياته وأسرته، وتبقى عارفة من الأول لو ده تقدم لأهلي ده كل ده قبل ما مشاعرها ما تتحرك هيوافقوا ولا مش هيوافقوا. لأن بنقع في المشكلة دي كتير قوي، بيحصل التعلق العاطفي والتمسك والإحساس إنه ده الوحيد اللي ممكن ينفعني، بس بقية الظروف ما بتوافقش فبنحط في مأزق. طب رأيي أنا ككنيسة إيه؟ نحاول نكلم أسرتك مرة واثنين ونتكلم عليهم، ويكونوا في ناس عارفين الأسرة دي، لو أسرة طيبين وأسرة في مخافة ربنا ومؤدبين وإلى آخره، يحاول يزكيهم لو حد عارفهم، وبعدين نصلي. لو قبلوا قبلوا، ما قبلوش ما أنت مش هتقدر يا بنتي من غير طحهم يتقدموا، عبر لهم عن مشاعرك ناحيته، عبر لهم عن مزاياه، حد يزكيهم. لكن في الآخر خالص ما فيش بنت هتخرج بره طوع أهلها وتتجوز لوحدي. أنا أسفة يا أبونا لو كانت الرسالة طويلة، رسالة صعبة قوي، أنا أسفة لو كانت رسالة طويلة على قدسك، لكن أنا فعلا محتاجة. أنا عندي 26 سنة كنت نفسي أكون قريبة من الكنيسة، كنت قريبة من الكنيسة، حافظة ألحان وتسبيحة، وكنت في الخدمة ومواظبة على التناول والاعتراف وكل الكلام الجميل ده، لحد 5 أشهر فاتت سبت البلد اللي أنا اتولدت فيها وعشت فيها ونزلت مصر والوحديها، وفي 6 أشهر نزلت شغل وتعرفت على شخص كان في ما بيننا إعجاب، وكل شوية
كان الكلام بيننا بيزيد لحد ما ارتبطنا في شهر 7. بعدها بشهر عملنا الخطية، ومن ساعتها لغاية النهاردة بنعملها. قعدت 4 شهور في الأول مش مستوعبة ازاي ده حصل، لدرجة ان ضميري ما كانش مأنبني قوي زي دلوقتي. فين كاتبة كذا ايه يعني، وفين لما بدأت استوعب، ولسه برضو مش فاهم ازاي انا بعمل كده. فضلت فترة في حيرة ان عايز احكي الاب اعترافي اللي كان مش بس مجرد كاهن بعترف عنده، هو كان صاحبي لدرجة انا بقول له يا بابا مش يا ابونا، لكن في نفس الوقت ما كنتش عارفة اقول له ايه وازاي، خصوصا ان لسه بعمل الخطية ومستمرة فيها. وللأسف طبعا الخطية دي جرت وراها خطايا كتيرة منها، ساعات ببقى حبة الخطية وممكن جدا ابقى قرفانة منها وعايزة ابطلها، ساعات بقول انا لازم انهي الارتباط بالشخص ده، واول ما بشوفه بقول مستحيل اعرف ابعد عنه، لان فعلا متعلقه بيه جدا، مش جسديا وبس بل نفسيا ايضا. وانا متاكده ان حتى الزنا مش عارف كلام مش واضح كده. قررت ان احكي الاب اعترافي، قلت له خليك معايا ساعدني، انا مش هعرف ابطل لوحدي. وانا بصراحه ما اعرفش هو اتصرف صح ولا غلط، لكن هو بقى يبعت لي رساله على الموبايل يطمن، لان هو في بلد تانية من فتره للتانية. بس ساعتها في اخر رساله قال لي بالنص انا مستني ترجعي، وانا مش عارفه اعمل حاجه لوحدي، انا ما اعرفش اي حد في مصر غير الشخص ده، يعني لو سبته انا هبقى لوحدي تماما، وانا عارفه ان الموضوع ده هيبقى صعب عليا جدا ومش هعرف اعديه لوحدي، وعشان انا دلوقتي فأبعد حتة عن ربنا، فأنا رفض أصدق إن هيكون معايا خبرة شخصية. لن أطول على أن طول عمر علاقتي بربنا سطحية، صحيح ألحان وخدمة لكن علاقة سطحية وما كانش فيها أي عمق. بس كم ملحوظة أخيرة عاوزك تعرفها قبل ما تجاوبني. أنا طول عمري عارفة أن إرادتي ضعيفة جدا في كل حاجة، بس عمري ما تخيلت أنها توصل لكده. 2، الشخص اللي بحكي لك عنه مش مسيحي. 3، أب اعترافي مش في مصر. أرجوك يا أبونا ساعدني. في كل الكلام اللي قريته اللي شكله ما فيهوش أي حاجة حلوة، أنا شايف حاجة رائعة جدا جدا، إن كتبتي وبعتي. عارفة ده معناه إيه؟ حتى وإن كانت الخطية خاطئة جدا، وحتى وإن كانت أجرة الخطية موت، لكن فيك جواكي حتة رفضة، حتة رفضة. بص يا بنتي، أنا للأسف ما باخدش أي اعترافات جديدة خالص، بقالي موقف بقالي 3 سنين، لكن هطلب منك تبعتي لي ايميل تاني في رقم تليفونك. ممكن ما اقدرش اقابلك لان انا مش عارف انت ساكنه فين، ممكن تكوني في 6 اكتوبر، ممكن تكوني في الجيزه، ممكن تكوني في 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 التجمع، انا ما اعرفش انت ساكنه فين. هتبعتي لي رقم تليفونك وبنعمه ربنا هنتواصل. بس اذا كانت في نصيحه لازم اقولها لك، في حته بيضه باقيه، الحتة البيضة دي أو الفتيلة المدخنة دي لو ما نفخناش فيها بسرعة هتطفي، وحتى الإحساس ده هيكون إحساس الاحتياج وإحساس الغريزة أقوى من مقاومتك. فالحقي لو سمحتي ابعتي رقم تليفونك على نفس الميل ده، وإحنا عندنا باكلوج، أنا هخلي السكرتارية اللي بتبص على الأسئلة وتجهزها لي تفضل تدور على أول إيميل هتيجي فيه، فاكتبي الإيميل ده واكتبي بالخط البولد فوق حاجة تفهمنا أنك أنت صاحبة المشكلة الخطيرة، اكتبي الخطيرة جدا جدا اللي أبونا طلب فيها رقم تليفوني، عشان يطلعوا لي الميل ده ما يتركنش شهر ولا 2 عبل ما يجي دوره. فهماني؟ اكتبي urgent كده بالانجليزي فوق، وبعدين اكتبي رقم تليفونك وقولي أنا صاحبة المشكلة اللي على علاقة فيها مع واحد غير مسيحي، وربنا يدبر، أنا إن شاء الله هتواصل معك. ما تخافيش لكن ما تتهزميش، ولازم وقت يبقى فيه قرار إن صح صح والغلط غلط. مش هقول لك كل حاجة دلوقتي، لما نتواصل نتفاهم.
وبعدين بقى نصيحة بقى شيء بالشيء يذكر. أول حاجة لما تبقوا أمهات ما تسيبوش بناتكم ينزلوا بلد لوحديهم، يعني ما تبقوش أنتوا في بلد والبنت خلاص بقت كده تنزل مصر بقى، أو تروح فرنسا بقى، أو تروح إنجلترا كبرت بقى، أو تروح هولندا كبرت، ما فيش حاجة اسمها كده. البنت تفضل في حماية أسرتها لغاية لما تتجوز، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن ما فيش إنسان الغلطة الأولى نظرات الإعجاب المتبادلة. لو كانت دي وقفت ما كناش وصلنا لكده، بس الخطية تبتدي صغيرة زي شرارة، زي عقب سجارة وقع من الدور الرابع على الدور الثاني، مسك في زي الغسيل ولع العمارة كلها. فيا بنات نكون في منتهى الاحتراس. نمرة ثلاثة كدرس ثالث، أنا قريبة من الكنيسة حافظة ألحان وتسبيحة وكنت في الخدمة ومواظبة على التناول، وكل ده كانت العلاقة سطحية، لأن ما كانش فيه قعدة مع ربنا، ما كانش فيه كلام مع ربنا، في ممارسات، الممارسات ما بتشيلش الإنسان، العلاقة الحلوة الحية مع الممارسات بتشيل الإنسان، بتخلي المقاومة قوية. لكن أوقات بيبقى عندنا تواجد في الكنيسة بلا علاقة مع الله، فالتواجد في الكنيسة بلا علاقة حقيقية مع الله ما يديلكش حصانة. انتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ أنا شاب عمري 26 سنة، مخلص كلية ومخلص جيش، بشتغل شغل كويس مرتب كويس، عندي شقة في منطقة كويسة، من زمان بطلب من ربنا أن أرتبط بإنسانة بنت ربنا أحبها وتحبني. من سنة تقريبا خطبت بنت هي قريبتي وأكبر مني بسنة وكانت مخطوبة كذا مرة قبل كده، الموضوع ما كانش عاجب الناس كتير من قرايبي. المهم حصل سوء تفاهم، قعدنا أسبوع مش بنتكلم، وبعد كده قالت لي أنا مش مرتاحة ومش هكمل، وقالت علي كلام أنا شايفة لا يليق، زي أن أنا مش ناضج وأن هي عقلها أكبر من عقلي. سيبنا بعض بس للأسف مش عارف أبطل تفكير فيها، وأهلي كل شوية بيقولوا لي ارتبط بواحدة تانية عشان تنسى القديم، وأنا مش حابب أخوض التجربة غير لما أنسى الأولانية، لأني مش عايز أظلم اللي هرتبط بيها، ومش قادر أرجع للأولانية لأني مضايق من الكلام اللي قالته. هو ما ينفعش ترجع للأولانية مدام هي من وجهة نظرة شايفك أنك أنت صغير وعقلك أقل منها وهي أنضج منك، موضوع محسوم يعني. فأنت بتفكر فيها ليه؟ مش قادر يبقى استنى، ما تخشش في علاقة جديدة زي ما أنت بتقول لغاية لما تنسى اللي فاتت، لأنك فعلا هتظلم اللي جاية طول ما أنت بتفكر في القديم. كنت بتناقش مع شخص ملحد، سألني سؤال، هو زي مكتوب في إنجيل متى ومرقس إن اللصان المصلوبين مع المسيح كان يعيرانه، وفي إنجيل لوقا مكتوب واحد بس اللي عيره والتاني قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، ممكن يكون في تفسير القصة دي؟ الاتنين في الأول كانوا لسه في صحتهم على عود الصليب، فممكن يكونوا بيقولوا كلام بايخ عن المسيح، وانت بقى عملت ايه ان شاء الله؟ جريمتك ايه بقى؟ بيتريقوا عليه. وبعد شكوية واحد رجع نفسه بس الوشه، طب انا وشي ووش صاحبي مجرمين يعني مع سبق الاصرار والترصد، ما هو المجرم بيبان من وشه، ده وشه سمح قوي، ده طيب قوي، ده ما بيردش على الناس، سمع كلام بقى الناس بيقول ده مكتوب عليه انه ملك اسرائيل راجع نفسه. عارفين لما انتوا تبقوا ثلاثة كده اربعة وبعدين تتريقوا على واحد قاعد معاك، وبعدين واحد فيكم يحس انه زادت شوية، فيقول لا يا جماعة كفاية كده، أو يبص يقول له بص بقى أنا آسف خالص، أنا ماليش دعوة اللي بنقوله وسامحني على اللي فات. فممكن يكون حصل كده، إن في الجزء الأول إحنا قعدنا ثلاث ساعات، أنتوا واخدين بالكم، قعدنا ثلاث ساعات على عود الصليب، فممكن يكون أول فترة فيها فعلاً كان في تجاوز من الاتنين نسبي، بس واحد راجع نفسه وقدم توبة وقدم اعتذار. سلام يا أبي، أنا تربيت في بيت كله خلافات، بابا وماما كانوا دايما الحياة بينهم صعبة وشتيمة وإهانة قدامنا أنا وأخواتي، وياما كان بتوصل للضرب، بابا شخصية صعبة ما بيعجبوش العجب، ودايما متهم ماما بالتقصير في كل حاجة، وكل ما يشوف أحدة تريح شوية يتعصب عليها، والحقيقة كان دايما يبدأ ويفتعل المشاكل بينهم. كبرت وحاليا في آخر سنة في الكلية، وكنت فاكرة مع الوقت هنسى، بس بلاقي كل حاجة محفورة في ذاكرتي، خصوصا إن كنت أوقات بحجز بينهم آخد ضربة من بابا على راسي، ولغاية دلوقتي يمكن بطلوا ضرب، بس في خلافات وشتيمة ومشاكل. على فكرة ده السؤال، السؤال التاني شبهه بالظبط، واخده بالمرة لأن هما الاتنين حاجة واحدة. سلام ونعمة يا أسبونا،
مريت بظروف كثيرة قاسية، أنا أمي حاولت الانتحار وأنا عمري أقل من سنة، من اللي شافته من أبويا والضرب والقسوة اللي كانوا بيعملوا فيها، وبسبب أمي كانت في المستشفى بتتعالج لأكتر من سنة، اتربيت في بيت عيلتي، وبعد ما كبرت ما كانش عندي أخوات، وأبويا متغرب ومسافر بيشتغل طول، وأمي بقت طول الوقت نايمة بسبب الحالة اللي حدث لها، ومحدش بيهتم بيا ولا بيتكلم معايا، فتربى عندي إحساس فظيع بالوحدة والفراغ. ولما أبونا كان بيجي أسبوع كل شهر كان بيعذبنا أنا وأمي، وطول الوقت مشاكل كتير وبيضربني وبيعذبني، لحد ما بقى عمري 19 سنة ومحدش كان بيحبني في الحياة ولا في الدراسة. دخلت كلية من كليات القمة، بس مشكلتي إن ما عمري ما حكيت لحد على اللي مريت بيه خوفا أن يطلع أسراري. عندنا مشكلتين يا جماعة، المشكلتين دون مع الأب القاسي، مع الأب الإيه القاسي. لو أنت شايف من دلوقتي أن الرجولة أنك تأنفد اللي في البيت وتأرنبهم، وأن بتعمل لك ألف حساب، ولما العيال تسمع دبت رجلك على السلم تخش تعمل كلها نايمة، تبقى فخور كده أنك مظبط مراتك، ما تتجوز، ما تتجوز. إذا فقد الرجل الحنية فقد الأهلية أن يبقى زوج وأب، تبقى حاسم جوه الحنية وتبقى حنيتك جوه حسمك، لكن حاسم بس بلا حنية دي قسوة، ما تنفعش تتجوز. لأن الكلام ده متعب جدا، إن واحدة تحاول الانتحار وياريت يتعظ، ده بعد كده بيرجع كل شهر أسبوع أجازة ينكد عليهم ويحرق البيت ويدمر نفسيات اللي فيه. الأب اللي بيزعق في البيت، ما عندكمش فكرة، بيطلع أولاد عندهم صغر نفس، ويطلع الولد شضلي على أخته لأن شاف الموديل كده. فالأب القاسي ده حاجة صعبة قوي، لا شايف ربنا ولا شايف بيدمر بناته ومراته بأي صورة من الصور. فكل رجل يعتقد أن الرجولة هي صوت عالي، وزي ما قلت في تعبير يقولك بيأرنب أهل البيت، يعني خليهم أرانب يعني عشان يبقى هو ال، المسؤولية في الرجولة عطاء وبذل، حتى الموت كما بذل المسيح ذاته من أجل الكنيسة، ويحتمل المسيح ضعفات كنيسته اللي هي أنا وإنتم، ويطيل أناته ويصبر ويقوم. طبعا الكنيسة بتطوعه، مش ما بتاخدوش الفرصة يعني تاخد بالكوا، لا الكنيسة كمان تطاوع. لكن بصفة عامة الأب القاسي، الدمار النفسي في البنات اللي بشوف، الولاد ما بيهمهاش، الولاد بتعرف تتصرف، تنزل تلعب مع أصحابها في الشارع كورة، تروح نادي، تروح بيعرف يخرجوا، لكن البنت تحت القهر، والبنت نفسيتها غير نفسية الولد. يعني لو أنت زعقت في الاتنين عشان تعمل عدل، لا زعيقة في البنت تتأثر أكتر من الولد، الولد شوية يعني إيه؟ ما عرفش يقولوا عليها إيه، يعني ناشف أو يعني صولد شوية. فأرجوكوا، لأن الكلام ده بيوجعني أنا وما بقاش عارف أعمل إيه غير إن إحنا، وإنتي في الخطوبة لو فاضل على الفرح يومين ثلاثة واكتشفتي إن عصبيته بتوصل لدرجة الإهانة أو إنه حتى زقك، أوعي تقولي كانت لحظة ضعف. What you see, what you get. What you buy, what you get. اللي أنت شفتيه هو اللي هتلاقيه. فخلي بالكو، المعيار الأول إن الرجل يكون إنسان طيب. الحسم لا يضير الرجل لأن صفة من صفاته عشان يقود البيت. بس الحسم مش معناه الزعيق والترزيع والإهانة والتخبيط، ده بره الأخلاقيات الاجتماعية، فكم بالحري الأخلاقيات المسيحية. أنا متجوزة من 11 سنة وعمري 43 سنة، والحقيقة أنا بعاني جدا، جوزي للأسف بيشرب حشيش من قبل ما نتجوز ولسه مكمل طبعا لحد دلوقتي. مش هكذب عليك يا أبونا وأقول لك إني ما كنتش عارفة، أنا كنت عارفة من أيام الخطوبة، وهو بعد وعدني قبل الجواز إنه هيبطل، وأنا للأسف صدقته.
انا عارفه اني غلطانه اني قبلت بحاجه زي كده، بس انا كنت صغيره ولما ارتبطنا ايام الجامعه وبعد الجواز بيقول لي انه مش قادر يبطل بسببي. يعني انا السبب قال ايه؟ عشان انا مش مدياله دعم نفسي. لا حلوه. ده عامل اسقاط، مداله دعمه. كمان بيخسر في شغله فلوس ومش ناجح في شغله وشغل طول السنة، بيقول لي برضو الخسارة دي بسبب ايه؟ لأن الفطرة اللي بيجي علشان يرتاح معايا بيتخانق معايا وبيقول لي، وكتير بيقول لي سيب الشغل، مع إن شغلي هو اللي فتح البيت وبيساعدنا في حياتنا، ووقت الخناق تجيله الحالة تهيجان ويكسر أي حاجة قدامه، وأنا ببقى خايفة جدا على ابني اللي عنده 8 سنين، وخايفة في مرة يأذي حد فينا، لأنه لما بيبقى الحالة دي بيقول أنا نفسي أشوف حد متعور. يا ساتر يا رب. وبعدين يجي يعتذر ويقول أنا مش هعمل كده تاني، وفشلت وفشلت معاه كل محاولاتي أني روح الكنيسة. قل لي أعمل إيه يا أبونا، أنا تعبانة جدا، أسفة للإطالة. أنا في رأيي بصورة أو بأخرى صوري وهو في حالة الهيجان، مش عشان نعمل حاجة وحشة فيه، عشان تفرجيه على صورته وهو في الحالة دي بيعمل فيكوا ايه، وقولي له انت بتقول عاوز دعم نفسي، انا هدعمك انك تخش مصحة وتتعالج. لازم تتحرر من ادمانك للمخدر، لانك انت مش انت وانت واخد المخدرات. ولما تقول ان انا مش هرتاح لما الاقي واحد متعور واشوف دم، ده يديني ازاي احساس بالامان؟ وهرجع واقول لكم صحيح لازم نتنازل في حاجات لما نيجي نتجوز، بس في حاجات ما ينفعش نتنازل فيها. اوعى تاخدي على رهان انه هيبطل السجاير بعد الجواز، واوعى تخش في رهان انه هيبطل المخدرات بعد الجواز، مش هيحصل. كان عمل كده قبل الجواز، بعد ما بقيت انت خلاص في بيته اخبطي دماغك في الحيط، يا ماما مش هبطل. ها تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فكروا كويس. عارفين يا جماعة احنا عندنا في مصر مشكلة في الصناعية، تبني حيطة بين عمودين كده وبعدين بعينيك المجرد تقول يا جماعة الحيطة دي فيها ميل، فالراجل اللي بنى الحيطة مش هيهدها لك، لا يا باشا زي الفل، ده انا واخدين ميزان ونازلين بالتقالة، الميزان مظبوط، ده ضيع عينيك بس. وبعدين تعرف لو في فرق ميلي او اتنين بتاع المحارة هيسويها، بس خليه يبص للحيطة كده قبل ما يعملها. ما احنا كل الحيطات اللي بنعملها كده بتاع المحارة، يجي بتاع المحارة يعملها، فتقول لي بتاع المحارة الحيطة ملوحة شوية، يقول لك لا 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 لا، النقاش لما يجي ويتوصى معجون ويديها لون مظبوط مش هتشوفها خالص، يجي النقاش يدينها تطلع للبيضة الحيطة لسه معوجة، وتقول له يا عم يا نقاش، يقول له وانت ما قدرتش على اللي على البنا وما قدرتش على بتاع المحاره وجات تشطر عليا، الحاجه معوجه، الحاجه معوجه ايه؟ قولوها يا بنات الحاجه معوجه بايه؟ فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى فتره التعارف فتره الخطوبه دي مش هيعالجها الجواز، لا 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 لا، ويمكن ماما تعبانه منك وعاوزه، قلت لك كل الرجاله كده هيتغيروا، في حادات قابله للتغير، كان بيشرب 3 كوبايات شاي هيشرب 2 كوباية حاجات زي كده، دينا قديها بتاع شاي ماشي قهوه تعديها، لكن مخدرات لا. انت بتتعدى ازاي دي؟ اهو ما بطلش. مساء الخير يا ابونا، محتاجه رايك، انا متقدم لعريس مواصفاته كويسه وشغله يعني ميسور الحال، بس المشكله انه بيشرب سجاير بس الحمد لله. اتقالت في اللي قبليها الحيطه ملوحه، خلاص مش هجاوب يا بنتي، انت كفايه بتاع الحشيش اللي قبليها. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخذنا كده 6-7 مواضيع تحت سلسله اسمها بلا، تفتكروا؟ النهارده هنغير شوي، هناخد موضوع اجتماعي بحت، علشان ايه؟ بعد فتره روحيات كده، احنا كنا في 50 في
في الصوم الكبير أخذنا موضوع روحي طويل، وبعدين أخذنا بعد كده موضوع روحي تاني، هناخد موضوع اجتماعي. ليه بقى؟ لأن ناس كتيرة قوي بتحس إن الكنيسة دي في جبل عالي ملهاش علاقة بالعالم، فبنقول كلام مثالي قوي وبنقول كلام غير واقعي ملهوش علاقة بالشارع أو الشغل أو البيت اللي احنا عايشين فيه، فالناس تتهم الكنيسة بكده. الحقيقة الكنيسة هي جوه العالم، وربنا بإرادته إنها تكون في وسط العالم. وفي العهد القديم اللي يقرأ فيكم أول سفر العدد في الإصحاحات الأولى، ربنا عمل حاجة عجيبة قوي، بنى المسكن، المسكن اللي هو خيمة الاجتماع، وسماه المسكن لأن ربنا عاوز يسكن في وسطينا. وعمل حاجة عجيبة قوي، عارفين عمل إيه؟ الأصباط بتوع إسرائيل كان عددهم كام؟ 12 سبط، خلى في الشرق 3 أصباط، وفي الغرب 3 أصباط، وفي الشمال 3 أصباط، وفي الجنوب 3 أصباط، يعني بيت ربنا وسط إيه؟ الشعب. يعني عاوز يقول الكنيسة مكانها في وسط العالم وفي وسط شعبي، أنا جوه شعبي وشعبي حواليا. فالكنيسة عمرها ما كانت مقصرة في رؤيتها للعالم، لأن تحديات الكنيسة اليومية مع العالم. بس أنا هتكلم في موضوع إيه بقى؟ إحنا والظروف الاقتصادية الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، مما لا شك فيكم الجيل بتاعكم اللي عنده 30 و 25 أو اللي أكبر من كده شوية لغاية يمكن 60 حتى، طبعاً ما حدش فيكم 60 يعني غير ماما ولا طنط جايين يحضروا معانا، لكن عادة أنتوا كلكم أقل من كده. شايف أن الفترة اللي إحنا فيها أسوأ فترة شافها في حياته، ولا أنا ببالغ؟ فترة يعني اللي كان محوش 50,000 جنيه عشان يجيب بيهم 7 جرام ذهب بقوا يجيبوا دبلة. أنتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ فالدنيا إيه؟ مرة واحدة كده الدنيا اتشفطت في النص، الدنيا اتشفطت، كل حاجة بقت غالية، لدرجة أن أنا في يوم من الأيام يا جماعة كنت قاعد باخد اعتراف، عشان أقول لكم أن الكنيسة مش معزولة عن العالم، فباخد الاعتراف ده خطايا مش كده. واحد دخل يعني إنسان كويس مقتدر بيقول لي عارف يا أبونا البيضة بأربعة ونص، حكيت لكم دي قبل كده. وبعدين إيه خرج دخل اللي وراه قال لي عارف يا أبونا، قلت له قال لي البيضة بخمسة جنيه لربع، قلت له لأبليك بأربعة ونص الحقه. يعني وقف اعتراف، الحق بيضة وتعالى. يعني الحق من ما هو ده بأربعة ونص وانت بخمسة الا ربع، لا في فرق يعني. فأنا بقيت قاعد عامل زي ايه بورصة المجمعات الاستهلاكية والأسعار الغذائية، يعني قاعد بقى ايه واللي تقول لي تصور كيس الفول الصهاجي، مين صهاجي ده؟ وتاري ماركة بقى، وكيس مش عارف مين، وكيس الايه، وكيس ويابونا ايه بقى لو حافظوا على السعر ينزلوا الوزن. يعني الكنيسة موجودة والكنيسة شايفة اللي بيحصل. وبعدين انا عايش معاكم هنا، يعني انا ما بينزليش المن السماوي كل يوم في بيتي، انا بشتري زيكم بقالة وخضار ولحمة، فما فيش لمن ولا سلوى بيعدوا علينا في البيت، يعني احنا زيكم. البنزين على فكرة بشتريه بنفس السعر، انتوا يعني اوعوا تفتكروا ان لما بيقولوني ابونا يا راجل يا بركة فول ببلاش، ما فيش كده، لا 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 لا. وعارف زيكم ان انا كنت جايب البطار، كان عندي يعني يمكن دي رابع عربيه اللي عندي يعني، بس انا فاكر ان ما بين العربيه الاولى والثانيه جبت البطاريه ب 250 جنيه، انا جايب البطاريه اول امبارح ب 2100 جنيه، بطاريه مجرد عملت كده ما دارتش شحنتها لغايه لما وصلت للراجل ب 2000. فيعني انا معاكم عارف وعايش كويس قوي 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 قوي. فالكنيسه عايشه جوه العالم. طيب احنا كناس مسيحيين واولاد ربنا نعمل ايه؟ هديكوا روشته سريعه كيف نتعامل مع المشكله الاقتصاديه. انا بقول لكم انتوا دي بالنسبه لكم اسوأ مشكله، ليه؟ لان احنا شفنا الاسوأ، احنا شفنا من 67 لغايه اوائل السبعينات ايام سودة، الفرخه طابور على الجمعيه عشان تجيب، لا مهما احكي لكم يعني انا حكيت لكم قبل كده، بس يعني كنا ننزل لما نسأل في فرخ نقف في الشارع كده وكل واحد ليه فرخه، وبتوع وزاره التموين كل واحد معاه عصايه في اخرها خرطوم
عشان لو واحد مد ايده على الفرخه الثانيه يزو، يعني تصوروا المهانه انك عشان تاخد فرخه ثانيه بتتضرب. الايام دي كانت موجوده، الايام دي كانت موجوده. البيضه كانت بتاعت تعريفها بس من الناس مش عارفه تجيبها بتلات تعريف، يعني كانت البيضه بواحد على 100 من الجنيه، يعني الجنيه كان يجيب يا 80 بيضه يا 100 بيضه صغيرين. ومع هذا مش كل الناس كانت تقدر، كنا بناكل فول، صيام فطار لازم تاكل فول، والحلو بليله ده بالكتير قوي يعني. فاحنا شفنا ايام اصعب من دي، فلما بنشوف الصعب بتاع اليومين دول صعب ايه، فاحنا شفنا الاصعب، لكن بالنسبه لكم انتوا لا، الدنيا صعب. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايه رايكم انتوا؟ ما تقولوا لي نعمل ايه؟ انا هقول لكم نعمل ايه. نمره واحد، القرار الاول تاخده اسمه قرار عدم الشكوى. وهسألكوا سؤال، هل الشكوى بتحل مشكلة؟ يعني واحدة جوزها بخيل قوي زي اللي عنده 8 مليون دوت وبيفاصل معاهم على الساندويتش، لو فضلنا نشتكي للناس كلها جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل جوزي بخيل، ايه اللي هيحصل؟ مش هتغير. طب الشكوى بتعمل فيا ايه؟ توجعني اكتر وتحسسني بالهم، فالناس تقعد مع بعض عاوزة تضحك، عاوزة تغير المود، يقعدوا مع بعض يجيبوا سيرة الأسعار وكل واحدة بقى تعلي على التانية تزايد، يعني بص ده أنا كنت نازلة أجيب بقالة ب 300 جنيه أهو محتفظة بالرسيت، نفس البقالة نفس الأيتمز الأسبوع ده دفع فيها 380 في 15 يوم 80 جنيه في الأسعار فرق، وتنال انا احرق دمك اكتر بقى. يفضلوا بعد عنكم يتبادلوا مش اكسجين ثاني اكسيد كربون، فايه اللي يحصل؟ يعني 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 انا كنت داخل بهم واحد، بعد ما قعدت معاك بقيت شايل همين، صح ولا لا؟ اتعودوا يا جماعه ان كنتوا تكونوا ايجابيين. اللي مش هقدر اغيره ما تكررش الكلام فيه كتير، لانه بيوجع وبيكئب ويتحس انك بتقفل الدنيا بايدك. فين الامل؟ جواز ايه؟ خلاص هو رهبنه بس مش هياخدونا، لان الدين مش هيقدر ياكلنا برضه، ما في ازمه اقتصاديه. اصل في ميزه في الرهبنه انك بتاكل ببلاش. وبعدين طب ايه البديل بقى؟ تكريس. لا ما نجيبش برضه، احنا مش بتوع تكريس. طب تعنيس، ما احنا مش عارفين بقى اي حاجه هنعمل ايه. هتلاقي الدنيا قفلت. عارف يعني ايه الدنيا قفلت؟ يبقى انت بتقفل بنفسك الاكسجين، يعني الدنيا حر رحت انت قايم قفل الشبابيك. فالشكوى عمرها ما بتحل مشكله. وفي حاجه تاني كمان اعملها، ما تقارنش. بقت في موضه دلوقتي الناس تعبانه ومش لاقيه، مش كده؟ وبعدين يقول لك ايه، يطلع اعلان في التلفزيون كومباوند اسعارنا تبدا من 6 مليون جنيه وتقسيط بدون فوائد، ادفع مليون واستلم فورا والباقي على 10 سنين. مش بتلاقي كده؟ فاللي بيحصل لك انت ايه؟ غل بعد عنك بقى، غل بقى، غل. ما تقارنش. ما تقارنش في بس انت المقارنه بتعمل فيك ايه؟ بتجيب لك جدري، يعني فعلا هتجيب لك فقاقيع في جلدك بتفرقع لوحديها ليه؟ ما انت مش في ايدك حل، فانت بتنكد على نفسك. يعني تصور انت متشحطت وبتركب توك توك ثلاثه توك توك ومترو عشان توصل لشغلك، والراجل اللي قدامك جايب مرسيدس وبي ام دبليو وايه تاني ماركه غاليه؟ ما اعرفش حاجه زي كده يعني من الحاجات الغاليه، ما علينا يعني. فانت طول ما انت بتقارن ايه اللي بيحصل؟ قول كلام طيب. ولادك بيشتكوا لهم بس ربنا موجود، احنا احسن من غيرنا، ده ربنا ادانا حاجه صغيره. اخواتنا اللي طاروا من السودان دولة وتشردوا ومحلاتهم اتحرقت بالبضاعه اللي فيها، واحده لسه بتقول لي احنا احسن من غيرنا، كان بابا عامل حسابه من زمان وعامل لنا شقه هنا في القاهره، لكن بقيت عيلتنا لا عارفين نستقبلهم معانا في الشقه ولا عارفين بيباتوا فين ومتشتتين، كل عيلة خدت فرض، فاحنا أحسن من غيرنا.
لما يتقال لك ان في افريقيا الطفل بياخد 250 ملي جرام لبن في السنه، عارفين يعني 250 ملي جرام؟ ازازه البيبس الصغيره، الكبيره 330 ملي جرام، الصغيره 250 اللي هي ربع لتر. الطفل في افريقيا في الدول اللي فيها تصحر نصيبه من اللبن ربع كوبايه لبن في السنه. انت لسه ممكن بتشرب شاي باللبن الحقيقه يعني. فلازم اكون انا افكر نفسي ان الظروف صعبه بس انا برضو افضل من غيري، والشكوى مش هتعمل اكتر منها تزود المشكله جوايا. اوعى تقارن، قول كلام طيب والدقيقه على الكل. يبقى اول حاجه بطل رتم الشكوى. التعاسه تجيب تعاسه والشكوى تجيب شكوى، مش كده؟ حط ايدك على خدك وابتدي اشتكي ونوح بقى ونوح، هتلاقي وشك اتقفل واللي حواليك وشك اتقفل والناس مش طايقه بعض علشان بنصدر لبعض طاقات زي ما بيقولوا بتوع مش عارف مين النفس دول طاقه سلبيه. يبقى اول نصيحه من فضلك، من فضلك بطل شكوى. والنصيحه دي للاهالي اكتر منكم انتوا، لان الاهالي keep complaining واللي بيدفع ثمن البيت الصغيرين. يعني صور مثلا ولد في ثانويه عامه، الاب شايفه حزين فبيقول له بالك يا بابا في حاجه مضايقه في شغله؟ لا ولا حاجه حبيبي، ما فيش حاجه، عندي واحد طوله من طولي ودخل ثانويه عامه ولسوء حظي مدارس انجليزي او فرنساوي، يعني الحصه ب 300 جنيه فيزي ومش عارف شيمي، كنت دخلت عربي يا ابني مش عارف اصرف عليك منين. اوعى تقول لي بعد ما تتخرج شايل لي ايه للجواز، انت جبتنا الارض يا ابني. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه في اللي انت بتقوله لي؟ يعني اسيب تعليم ولا اعمل ايه يعني؟ ما خلاص بقيت في ثانويه عامه. فاوقات الاهالي بيصدروا الطاقه البايخه دي وكأن مفيش ربنا. احنا جايين لربنا في الاخر، هختم بيه، بس اول حاجه من فضلك بطل. متفقين ان الشكوى تجيب ايه؟ تجيب شكوى، والشكوى مع الشكوى تجيب كآبه وملل ومفيش اي حاجه، والاخبار كلها اخبار سلبيه. ما تشتكيش، ما تروحيش انت تقولي لماما يا ماما طب انا اعمل ايه؟ عندي اربع بلوزات والصيف داخل عليا وكل الناس شافتني بيهم. اقبلي، ما في غيرك ما عندوش غير بلوزه واحده، في ناس بتلبس مريالة طول السنه. حلوين اربع بلوزات لان في واحده تانية ما عندهاش غير ثلاثه، وفي واحده تانية ما عندهاش غير اثنين، وفي واحده تانية البلوزات عاملين دوري كاتبين عليها ايام الاسبوع، مع ايمان النهارده، مع سهى بكره، مع ماما بعد بكره. ماما اشفطي بطنك، سهى املي بطنك، يعني بس عشان السايز مش هنعرف نلعب فيه كتير. سيبوكم الهزار، بس انا بكلمكم بكلام بجد، ان في ناس كده هي جلابيه سودا رايحه جايه بيها مفيش غيرها. نمره اتنين، وده مبدا صعب قوي على البشريه كلها، لان دايما اللي الانسان كسبه صعب يفرط فيه. فالمبدا التاني اسمه التنازل. اسمه ايه؟ التنازل. يعني ايه التنازل؟ دي مشكله، اللي اتعودت عليه مش قادر اتنازل عنه. الفلوس مثلا محدش يحب يتنازل عنها، صح؟ لكن لو انت خيرت بان في عصابه دخلت بيتك ومعاها مسدسات وقالت لك هنقتلك انت ومراتك وعيالك يا لو ما جبتش الفلوس، ساعتها هتطلع الفلوس ولا مش هتطلعها؟ يعني اللي انت ما كنتش متخيل انك تقدر تتنازل عنه في وضع معين وفي سيناريو معين قدرت تتنازل عنه، صح؟ يبقى الانسان يقدر يتنازل. احنا عندنا، انا هديكم امثله، مش بقول لكم تعملوا كده، كلنا في بيوتنا في حاجات كلنا حاسين ان مش ممكن نتنازل عنها، صح؟ وبيوتنا مكركبه ومش عارفين نمشي فيها من كتر الزحمه اللي فيها، لكن ممكن جدا لو اتنازلت عن نص الحاجات اللي في بيتك هتعيش برضه، صح ولا مش صح؟ هنقدر ندبر امورنا. بس فكره التنازل احنا مش قادرين عليها. اديكم شويه امثله على موضوع التنازل. الافراح والبهرجه بتاعتها والزينه بتاعتها، الواحد بقى يسمع ارقام، لا 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 ان شاء الله عنها ما اتعملت الزينه. يعني نعمل حاجه بسيطه،
إن شاء الله كل مجموعة أصحاب يعملوا حاجة لصاحبتهم، بس نلاقي حلول بديلة فيها تنازل. لكن الإنسان لما بيجي يقول لك إيه وتبتدي تشرطه على المسكين ده اللي هو ما يعني المطحون، تقول له خلي بالك فستان العروسة وبيجامة العروسة على العريس ومش عارف مين على العروس، ما ده كان أيام الطرطشة، أيام الناس ما كان معاها. دلوقتي أنا يعني الحقيقة لا، لازم الطقم يكون كامل، 8 مش عارف مين، 9 ايه، 16 ايه، 15 ايه. طب البيت يقدر يعيش بكسرولة واحدة وحلة واحدة وطاسة بيسموها طاسة وطاسة واحدة واربع خمس اطباق؟ هو الناس عندها لينا ايه؟ يعني مش هنشفها قوي، بس ما يكونش مثلا نجيب من التفال 6 مقاسات 32 و24 و18 ومش عارفين، واحدة بقى على قد البيضة. طب ما البيضة هتتعمل في الصغيرة وتتعمل في الكبيرة، ايه المشكلة؟ ما الكبيرة هتغني عن الصغيرة. لا، لازم الطقم يبقى كامل، الناس هتيجي تزورنا وهنفتح ونفرج. طب اديكي قاعدة، خليكي قاعدة، ما تتنزليش يا بنتي، خليكي قاعدة. اتنزلوا في الماديات وما تتنزلوش في الأساسيات بتاعت اللي جاوبناها في الأسئلة، ما تتنزلوش في دي، بس في الحاجات المادية وخاصة الطبقة المتوسطة. ما هو في طبقة مش فارقة معاها، يقول لها انزلي اشتري 6 دسات 170 ملاية. ما هو في ناس كده مش هتفرق معاهم، بس أنا وإنتوا لا، يعني احنا طبقة متوسطة تحت متوسطة فوق متوسطة، لا هتفرق معانا. فلازم نتعلم مبدأ الايه؟ التنازل. عارفين يا جماعة، الواحد لما بيكون عنده سرير عريض ببرطة. فأنا رحت، أنا لسه جاي من المؤتمر، كنت في ألمانيا من 15 يوم، فنزلت في أوتيل ألمانيا بقى، ألمانيا بقى أوتيل على غابات وطبيعة جميلة. دخلت بدور على السرير ما لقيتلوش، ما لقيتش. تصور منزل لي في أوضة ما فيهاش سرير، طب هنام واقف يعني؟ هنام ساند على شماعة ولا هعمل إيه؟ يعني أنا عاوز سرير. أتاري اللي أنا كنت فاكرها الكنبة هي السرير، السرير 90 سنتي. طب ده جنب، طب لو اتقلبت وقعت. بس اللي انتوا تعرفوه، لما العقل أدرك إن السرير 90 سنتي، نمت سيف 3 أيام، بحسب الأكسجين اللي هتنفسه، يعني لازم يكون نفس قليل، يعني ما تتوبش، لو تبت هقع. هم زمانهم سمعيني وبيضحكوا دلوقتي، لكن السرير كان 90 سنتي. بس الحقيقة قضى، يعني أنا أقدر أتنازل في بعض الأمور وهعيش برضو. فاهمين الفكرة؟ هقدر أتنازل وأعيش برضو. على سبيل المثال، لسه في واحدة بتقول لي بص يا ابونا، أنا كنت بجيب واحدة كل أسبوع، عارف يا ابونا بسبب الظروف دي بجيبها كل 15 يوم دلوقتي، وماله؟ ده مبدأ من بدأ. أحكي لكم حكاية تانية. رحنا مرة دير الأنبا بولا زمان، دير الأنبا أنطونيوس كان فيه مية، لكن دير الأنبا بولا ما فيهوش مية خالص، والمية لما بتيجي بتبقى إيه؟ تشتريها بالذهب يعني. فلقيت أنا قمت الصبح 3:30 عشان التسبحة، كنت شاب يعني مش فاكر في ثانوي ولا في أولى جامعة، فلقيت طابور فوق الجبل. قالوا لي إيه ده؟ غسيل الوش. يعني ليه؟ في أحواض بس ما فيهاش مية، فهو غسيل وش. فروحت لقيت واحد واقف على إيه؟ برميل. عارفين براميل؟ ساعتها ما كانش براميل بلاستيك، كان براميل اللي هي زي بتاعة البترول دي، الصاج دي، ومسك مغرفة وكل واحد يغسل وشه بمغرفة. طب ده الوش الأولاني ولا الوش التاني ولا ما قبل الصابون عشان الصابون يبوش ولا بعد الصابون أشطف؟ قال لك لا، هي مغرفة واحدة. مغرفة واحدة؟ يعني أعمل كده؟ ما هو لو حطيتها في إيدي نصها يقع في الأرض. طب أعمل إيه؟ أظرف واحد بقى، واحد ابن ناس بقى، إحنا عرفنا إن هي مغرفة لأن كنت أنا سامع يعني، فما تخضتش. هم قالوا لي إن هو براد صغير، براد صغير بتاع كوباية واحدة شاي بتاع الصعايدة ده اللي لونه أزرق بتاع زمان ده، ويديلك من البسبوس بتاعه. لما أنا روحت ما كانتش البراد، بس كنت متوقع كان فيه المغرفة، فأنا لحقت المغرفة. فواحد داخل بيقول جاي معجون سنان حبيبي. وفوت على كتفه وداخل بالطابور. فالراجل بيقول له عايز المغرفه ايه؟
يعني هعمل لك بيها ايه؟ قال له لا، ما انا عايز واحده لوشي واثنين لسناني. قال له اثنين سنة، حد يقول له حاجه؟ ده امشي امشي. وشخطوا، لان طبعا. بس عايز اقول لكم حاجه، انا في اول يوم كنت متضايق جدا، لان المغرفه برضو طرطرشت مني وما عرفتش استفيد منها كلها. في ثالث يوم كنت خبير، قلت له خلي المغرفه في ايدك وانا هعمل بثلاث صوابع كده وثلاث صوابع كده وثلاث صوابع كده وثلاث صوابع، يبقى غسلت كل عين مرتين، لان لو المغرفه خدتها مره واحده ورشيتها مره واحده يبقى غسلت عينيها مره واحده. فلما اخدها كده يعني انا اتفننت ان المغرفه تكفيني. في بقى ناس مننا دلوقتي تفتح الدش ربع ساعه لغايه لما الميه تتظبط قبل ما يقرر ان يخش تحت الدش. لو كنت لحقت المغرفة كنتش عملت كده خالص. عرفتوا ليه انا بقول لكم ان احنا جيلنا ممكن يتطبع بسهولة على التغيرات اللي بتحصل اكتر منكم؟ لان ايامنا كانت الحياة صعبة، ما كانش عندنا الاوبشنز بتاعتكم، بس انتوا تعودتوا على الاوبشنز العالية فبقت حقوق، فاعتبرتوا الكماليات اساسيات. بس الكماليات ما كانتش ايامنا موجودة اساسا. مبدأ التنازل، يعني على سبيل المثال لما الاقي ناس بتشتكي ومطرح ما امشي الاقي اهاوي مصر كلها مترصاه شباب في سنكم، مش فاهم؟ مش فاهم يعني فنجان القهوه لو انت عملته في البيت، لو جبت ربع كيلو بن ب 50 60 جنيه، ما اعرفش يعني هو في الحدود 70 جنيه بالربع ولا حاجه، هيعمل لك 50 كوبايه. لو انت بتشربها ليه ب 15 جنيه؟ هي مش ب 15 جنيه وب 10 جنيه وب 12 جنيه؟ انا ما اعرفش اصلي، حد فيكم يقعد؟ المهم يعني خليكم بس معايا، من 10 ل 15 جنيه. طب ما انت اولى يا اخي، اقعد اعمل حاجه تاني. بس انت مش عاوز تتنازل وبتشتكي، بالرغم ان واحد بيقول لي ده انا قعدتي على القهوه بس ب 500 جنيه في الشهر، يعني ابويا لازم يقدر ويفك ايده شويه. طب ما تبطل قعد على القهوه يا حبيبي، بقى بابا هو اللي غلطان انه مش بيديني فلوس القهوه وفلوس فوق القهوه كمان. انتوا فاهمين عايز اقول لكم ايه؟ مبدا التنازل. اتكلمنا عن التجرد واتكلمنا عن الزهد، ما بيجيبش معانا. ربنا قال لك لا، ندخلكم في ضائقه اقتصاديه بقى، لازم نتعلم شويه تجرد، لازم نتعلم شويه زهد. السرير ابو 90 سنتي طبقه في حياتك في حاجات كتير قوي، هتلاقي نفسك عندك خير بس انت مش حاسس بيه. مبدا التنازل. عايز احكي لكم حكايه. احنا في مصر عاده الوجبه بتاعت الصبح دي اللي هي بتخلي ناس تبنج ثلاث ساعات اسمها ايه؟ يا سلام. في انجلترا ما يعرفوش الفول، بس الفطار التقليدي في انجلترا كلها زي الفول عندنا حاجه اسمها اكزنت بيكون. بيكون ده حاجه من الخنزير كلها، ده يسيحوه كده على النار وبالسمنه بتاعته يعملوا بيض محرك، فاهمين حاجه؟ زي البسطرمه بالبيض كده، بس عندهم حاجه اسمها بيكون بالبيض. فما عندهمش اوبشن، فكل يوم لازم الانجليزي يفطر بيضتين وبيكون، بيكونز اند اكس. ده دي اللي هي الفول المدمس بتاعنا، فول وطعميه بيكون اند اكس. ده عند اين؟ لما جت الحرب العالميه الانجليزي كان متوسط استهلاكه للبيض في الاسبوع 10 بيضات، لما جت الحرب العالميه بقوا يدوا للانجليزي بيضه في الاسبوع، ما يعرفش ياكلها والله يصلي عليها. ما هي بيضة في الأسبوع بعد ما كانوا كام؟ بعد ما كانوا 10. بس قدروا ولا ما قدروش؟ لازم نفهم إن لما الدنيا بتبقى صعبة إحنا لازم نتنازل. بس إحنا عاوزين الواي فاي ال 250 ميجا ولا جيجا بيسموها جيجا؟ 250 جيجا ولا ال 200 جيجا ما ينزلوش، واللي مش عارفين ما ينزلوش، مش عارفين ما ينزلوش، وبعدين ليه ما ينزلوش؟ وبعدين طب ما انت كل دوت لازم تتعلم مبدا الاقتصاد والتنازل، لان الدنيا مش في صالحك، والقروش الصغيره اللي بتتصرف بتعمل كتير مع الوقت. يبقى المبدا الاولاني ما اشتكيش، المبدا الثاني ايه؟ اتنازل ولم ايدك شويه وفكر بطريقه اقتصاديه، مش بالطريقه اللي انت متعود عليها، لان ابتدينا في العجاف، السبع سنين العجاف اللي لازم نشيل فيهم كويس قوي. ثلاثة، المبدأ الثالث الواقعية. يعني إيه الواقعية؟ إن كل الشعوب في العالم كله بتمر بدورات، بتمر بدورات. يعني نسبة الألمان اللي بعد الحرب العالمية اللي قضت على كل الرجالة اللي عنديهم اللي ماتوا من البرد في ألمانيا نتيجة إن ما كانش فيه فحم متوفر
بعشرات الالوف. المان ماتوا، يعني الحرب خلصت، عاوزين نعمر بقى، مش عارفين ندفى بالليل، مفيش فحم والمناجم كلها مضروبه، ومش عارفين نستورد فحم ومفيش فلوس والاقتصاد كله واقع، ناس ماتت من التلج. يعني ايه الواقعيه؟ ان دايما هيبقى في وقت كويس وفي وقت نص نص وفي وقت صعب. مين اللي بيقدر ينجو؟ الانسان الواقعي اللي مستني الوقت ده. هحكي لكم حكايه من التاريخ ما تعرفوهاش. حد يسمع عن المجاعه المستنصريه او الشده المستنصريه في القرن الحداشر الميلادي؟ في القرن الحداشر الميلادي ايام المستنصر بالله اللي هو اخر خلفاء الدوله الفاطميه وكان ماسك مصر، حصلت مجاعه في مصر نتيجه ان النيل هبط لمده 7 سنين متتاليه من غير فيضان، فما بقتش في ارض بتترقي، مفيش ميه في مصر خالص. النيل ده كان عباره عن ترعه صغيره كده تعديها برجليك، 7 سنين مفيش نقطه ميه وصلت مصر. عارفين ايه اللي حصل في مصر؟ كانوا بياكلوا لحم البني ادمين. يعني مثلا يقولوا الحق يا دكتور في حد عيان، فيروح الطبيب، طبيب ده يعني عطار حلاق، يعني مش دكتور خريج كل الطب يعني، فيروح عشان يعالج، يكون في 4 مستنيينه، واحد يذبحه وال5 ياكلوه. بياكلوا الكلاب والقطط واكل لحوم البشر. ما حدش فيكم سمع في مصر ان احنا اكلنا لحوم بشر. لو احنا ناقشنا اللي احنا بنمر فيه مقارنه بالشده المستنصريه اللي كانت في القرن ال11، احنا نبقى في ايه؟ ده احنا في غنى، ده احنا في رفاهيه. يعني بدل ما هتاكل لحم 4 مرات في الشهر هتاكل مرتين بس، بتاكل لحمه بلحمه، يعني مش بتاكل بني ادم اخوك. فلازم يكون عندنا واقعيه. والاهالي الحلوين بيربوا ولادهم صح، حتى لو كان ربنا مديهم، علموا ولادكم يعيشوا يوم رغد ويوم صعب. احنا احسن من غيرنا، الزمن صعب على الكل. انا مش عايز اطول في النقطه دي، احنا قلنا كم مبدا دلوقتي؟ نمره 1 عدم الشكوى، 2 اقتناء مبدا التنازل والتقشف والتجرد لان مبدا روحي، 3 الواقعيه، 4 الاجتهاد. يعني ايه الاجتهاد؟ من فضلك طور نفسك، من فضلك استثمر في نفسك. ايه المانع انك تتعلم لغة يكون عندك اساس اخدته حتى لو كنت في مدرسة حكومة، وتجيب الكتب اللي خدتها في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتذاكرها من اول وجديد وتتعلم انك تنطق؟ ايه المانع؟ انا اعرف انسان كان من اعظم الناس في مصر في اللغة الانجليزية، لما حكى لي تاريخ جهاده بيقول لي، هو الرب طبعا ده في السماء من زمان، بيقول لي احنا في اواخر الاربعينات وقبل الثوره، يعني 45 لغايه 52، كنا نخش الافلام الامريكاني، كان في حاجه اسمها كونتينيو شو. عارفين يعني كونتينيو شو؟ يعني تقطع تذكره بقرشين ساخت تشوف الفيلم 10 مرات، طول ما انت قاعد على الكرسي ما حدش يقومك. كان اسمها العرض مستمر، كان يكتبوا على السينما من بره كده العرض مستمر، يعني مع، فكنا نفضل قاعدين في السينما بال9 ساعات. عارفين ليه؟ بيدربوا ودانهم على الفوكابلري ويكتبوا بالعربي، ولما يجي الفيلم تاني مرة يحاول يفتكر اللي اتقال ويطلع يسمعه لأصحابه عشان يكتسبوا الأكسنت الأمريكاني. يعني ما كانتش السينما بالنسبة لهم فن، ما كانش عندهم يوتيوب بيقولك تتعلم اللغة الإنجليزية في 60 يوم، لكن كان بيجتهد. انت بتستثمر في نفسك ايه؟ النهاردة لما بتقولي انا بعرف وورد واكسل وباوربوينت، يقول لك اكسل لاي ليفل؟ يعني الاكسل ده فيه معادلات كبيره قوي في الحسابات يعني. طب انت تعرف تعمل جداول بالاكسل؟ طب ما تطور نفسك، اعرف لك 7-8 معادلات يا اخي. حاول تطور نفسك، استثمر في نفسك، عشان حتى لو جت شركه تجربك تمسك فيك بايديها واسنانك، عشان انت في سن شبابك دلوقتي قبل ما ترتبط تقدر تشتغل شغلتين، شغله الصبح وشغله بعد الظهر، بدل ما تتابع لي الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني، هتطلع ايه يعني في الاخر؟ مين هيفيدك؟ ما اللي انت بتتفرج عليهم كل واحد بياخد بال50 و60 مليون، انت بتاخد ايه؟ بتسقف له؟ طب ما تستثمر في وقتك، اتعلم حاجه يا اخي، تعلم حاجة تزود بيها دخلك بأي صورة من الصور. بصوا يا جماعة، لازم نتعلم الاجتهاد. في
في حتة في الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا ماري لوقا الإصحاح الخامس، كانوا محبطين جدا لأنهم طول الليل تعبوا وما اصطادوش بسرياية واحدة، فاكرين القصة دي؟ فالمسيح قال وعظة وراح بص للتلاميذ كده، على فكرة بعد ما بيطلعوا بيغسلوا الشبك من المية الملح، ليه؟ لعشان الملح بياكل الشبكة فلازم يتغسل كويس، أو ما كانش أيامه فيه نايلون فكانت خيوط قماش فلازم تتغسل كويس قوي عشان الملح ما ياكلهاش، فغسيل الشبكه ده فم واتنين بميه عذبه وبعدين تنشره دي شغلانه. فبعد ما نشروا الشبك المسيح قال لهم خشوا الى العمق، عارفين يعني ايه العمق؟ يعني قدف، والشبكه اللي انت نشرتها وغسلتها لمها وحطها في الميه المالحه تاني. فقال له يا رب تعبنا الليله كله ولم ناخذ شيئا، قال له خش، قال له على كلمتك القي الشبكه، وتعبوا وجدفوا ولما حدفوا جابوا. الحياة عاوزة كده، إنسان تعبان، إنسان بيتعب، أنتي طوري نفسك، امسكي في الشغل، مش هيعملوكي هانم في الشغل، هيعملوكي زي ما يعملوكي، امسكي بإيدك وسنانك وطوري نفسك وتعلمي، حتى لو اتشخط فيك مرة واتنين، بلاش الدلع، الزمن مش بتاع زمن دلع، البيت مش هيقوم بواحد لوحده النهاردة، فلازم أنتي تطوري من نفسك وهو يطور من نفسك عشان ما نرجعش نشتكي. اعمل اللي عليك وسيب ربنا يكمل، لكن ما نعملش اللي علينا. انا عايز اشتغل، خبرتك ايه؟ لا انا ما اتخرجتش، اشتغلتش قبل كده. طيب يعني بتعرفي لغات ايه؟ في الانجليزي بحكع، وفي الفرنساوي بعرج، وفي الاكسل مبتدئه، والورد يعني ايه اعرف اكتب جوابات بس ما اعرفش اعمل جواب وانسقه. لا يا ماما خليكي جنب ماما، ولما تتعلمي شويه تعالي لنا، احنا ممكن نعلمك شهر التكنيك بتاع الشغل بتاعنا في شركتنا، لكن نبتدي معاكي من الصفر لا ما تلزمناش. فانت لازم تجتهد وتتعب، لازم تتعب، واللي هيتعب هيلاقي، وربنا عادل انه مش ممكن يضيع جهد انسان ابدا. اخر نقطة عشان ما اطولش عليكم، احنا قلنا كم نقطة هرجع افكروا كده؟ نمرة واحد عدم الشكوى، اتنين التنازل، تلاتة الواقعية، أربعة التعب والجهاد الاجتهاد، خمسة الإيمان. الإيمان، أنا عاوز أسأل سؤال، هو ربنا اللي إحنا بنعبده صفاته تغيرت؟ يعني في يوم من الأيام كان ضابط الكل ودلوقتي not anymore، بطل يبقى ضابط الكل؟ المسيح اللي قال إن خمسة عصافير تباع بفلسينة وليس أحدا منهم منسان أمام الله، قال الآية دي اشتبوها خلاص في أزمة 23. هو اللي لما الإنسان حط إمكانياته الضعيفة اللي ما تزيدش عن خمس خبزات وسمكتين، طلع منهم أكل يكفي أكتر من 5000 نسمة. هو قادر، هو فاعل، بس الإيمان فين؟ الإيمان فين؟ أنت إيمانك فين؟ يقدر يدبر، يقدر يرى، حاولوا بقدر الإمكان. أنا هختم بحكاية واحدة حكيتها لكم زمان قوي زمان قوي، وأنا قاعد مكانكم كده كنت خادم يعني في اجتماع الخدمة، جالنا أب كاهن قاعد هنا، كان واقف على المنجلية دي وأنا فاكره كويس قوي، كان بيحكي لنا حكاية، الحكاية قديمة فمعظمكم ممكن يكون فاكرها. بيقول إيه؟ بيقول بيحكي على إن ربنا عمره ما بيسيب ولاده بس يكونوا أمنا. يعني أنت اجتهد وشيل 5 جنيه من مرتبك وما تقولش 5 جنيه دي هتعمل إيه، دي مش هتجيب أجرة توك توك رايح جاي، لا شيلها وشوف ربنا بالسمكة والخبزة هيعمل إيه. فبيقول كان في إنسان خادم عنده في الكنيسة، أبوه أمه توفى، وبقى هو حبيبي قاعد في الشقة لوحده، بس الشقة إيه؟ شقة عزاب، يعني طبعاً أبوه وأمه آخر فترة كانوا تعبانين وعيانين، فالفلوس كلها راحت في الدواء، والبيت بقى شكله منخرب يعني في شقة، بس الشقة عاوزة تتفور كلها. وبعدين في يوم من الأيام هو بقى كان فيه حتة طبع محدش يعرف، ياخد المرتب كله بتاعه يصرفه على الخدمة في منطقة فقيرة في عين شمس، عنده ولاد مدارس الأحد، فياخد المرتب يطلع أكله وشربه، مش يطلع العشور، بقية المرتب يصرفه كله إيه؟ على الخدمة. المهم أبونا كان يحبه قوي لأنه كان خادم من القلب، يعني مش خادم كلام كده، لا خادم قلبه يعني، فأبونا كان بيحبه قوي. ففي يوم من الأيام قال له يا أبونا إيه رأيك في فلانة؟
أنا صليت كتير ومرتاح لها. قال له يا خير ما نقيت أحلى بنت في الكنيسة بأخلاقها وأدبها وخدمتها ومحبتها لله. قال له يا سلام أنا بصلي وقلت هسمع صوت ربنا. يا سلام يا أبونا، أبونا أنت عارف بابا مش موجود وعمي في البلد الفلانية، فأنت أبويا ممكن نتقدم؟ قال له طبعا يا حبيبي. طبعا أبونا عارف مدام واحد دخل يتقدم يعني عام عامل حساب شبكة، عامل حساب بيت، عامل حساب عامل حساب. القصة دي قديمة قوي، كانت الدنيا رخيصة جدا ساعتها يعني. المهم راحوا طبعا أبو العروسة وأم العروسة، الواد عجبهم، كل الكنيسة بتشهد له، فمتوصيين جايبين 6 حتت جاتوه ما استخسروش يعني، وجايبين بقى شاي وجايبين وعموي لآخره بقى، وطقم أول وطقم تاني. أيامها ما كانش فيه الحاجات الصغيرة دي اللي سالزونات، كان بقى هو سندويتش لانشون أيامها كده يعني. ما علينا، المهم أبونا راح، وانتوا احسن ناس، وانتوا احسن ناس، وانتوا احسن ناس، وبنتكم تتقل ذهب، وده ابناء ده مش عارف مش عارف تدوم الكلام بقى اللي هو ايه الكبير ده. في الاخر خالص الاب بيقول له ايه، وان شاء الله بقى يا حبيبي هتعمل معاك ايه، وانا عارف الشقه بتاعت بابا، بس دي انا زرت بابا زمان الله يرحمه، دي محتاجه شغل كتير قوي قوي قوي، يا ترى هتعمل ايه الشقه وميزانيتها ايه؟ قال له يعني ربنا يدبر ان شاء الله. قال له والشبكه؟ قال له يعني ربنا يدبر. الراجل ما ارتاحش، قال له انت عامل ميزانية للشبكة ايه؟ قال له بصراحة يا انكل انا معيش ولا مليم. الراجل بص للجاتوه، خسارة الجاتوه اللي جبناه ده، انت بتقول بعد ما اكلت الجاتوه؟ المهم الراجل اتضايق وراح بص كده، قال له انت معكش فلوس خالص؟ قال له خالص، كل فلوسي للخدمة. ما تترهبن يا اخوة، اترهبن يعني، انت ليه تعب نفسك ومكلفنا يعني. خلاصة الكلام اللي حصل، اللي حصل ابونا بقى اخد الواد تحت باطه، طبعا نقول ابانا الذي، طبعا الام والبنت احرجوا والاب احرج، وابونا بقى في نص هدوم. ابونا نزل مسك الخادم ده سلخه كده، ابني كده تصغرني كده، ما تقوليش، طب فطني قبل ما اروح، طب فطني مش عارفين، طب فطني يا ابني انت اللي عملته. خلاص يا ابونا اخطيت، يا ابونا اخطيت، يا ابونا اخطيت، يا ابونا. الواد بسيط قوي بس ابيض، ابيض يعني ما بيفكرش، ابيض بس هو بسيط وقديس، ودول ربنا بيشتغل معهم بطريقه ثانيه. المهم تخلص القصه على كده، ابونا بيحكي لنا بيقول ويمر 15 يوم ويجي لي واحد يدخل على المكتب، اول ما شفته افتكرته، ابونا فلان مبروك الكهنوت، هات حضن وبوس بتاع، انا فلان اللي شغال في ابو ظبي ولا في دبي، وزميلك كنت معاك في ثانوي وكنت معاك في كنيسه كده في شبرا قبل ما ننقل هنا وكمل. وبعدين فضل احضان بقى وصداقه بيتمر، وهو خارج راح مطلع له ظرف، قال له بص يا ابونا، كل الناس بتجيب لاخوه الرب، بس انا متعاطف قوي مع الشباب اللي مش عارف يتجوز، الظرف ده وزعوا على 10 شباب محتاجين، هم 10,000 جنيه، ادي كل شاب 1,000 جنيه. فهو كتب عليه لمساعدة الشباب في الزواج وحط الظرف، قال زي ما قال هوزع بس 1,000 جنيه، مهما كان الفلوس رخيصة مش هتعمل حاجة في القصة بتاعتكم. شوفوا ربنا يعمل ايه، الراجل ده يطلع لغاية الشارع ويرجع له تاني. قال له أبونا؟ قال له نعم. قال له الحياة في مصر بقت غالية، الدولار بقى ب3 جنيه، فالدنيا بقت غالية قوي في مصر دلوقتي. قال له طيب نعمل إيه؟ قال له بدل ما توزع الظرف ده على 10، اديه لولد من ولادك تكون ظروفه ما تسمحش. راح قال له لك المجد يا رب، يا رب لك المجد، وأخد التليفون ما لقاش الواد، بعت له خادم قال له تعالى يا حبيبي، قال له عشان انت كنت امين مع الله واجتهدت وعملت اللي عليك، ربنا مش ممكن يبات مديون لانسان صرف فلوسه على الخدمه. انت الشقه بتاعتك تتلم كام وتتبيض وتتغير مواسير؟ قال له من 6 ل7. قال له يعني الفرح ياخد له كمان 2000؟ قال له اه. قال له يعني والبدله؟ قال له بياخد 200 جنيه ساعتها يعني، والمش عارف مين؟ قال له 150 جنيه، والزينه قد ايه وكذا كذا. قال له يعني توتال كام؟ قال له ده 10,000 جنيه اتغرقنا. قال له ال 10,000 جنيه اهي وربنا بعتها لك.
قال له لا يا ابونا انا ما اخدش من مال الكنيسه. قال له يعلم الله مش مال الكنيسه ده، واحد جه وقال تروح لواحد بس في جوازه، وانا ما بعملش غير ان انا بنفذ. هل انت عندك ثقه ان الله يعمل في الضيقه حتى لو اتاخر الهزيع الرابع؟ هل عندك ايمان ان احنا هنعيش وهنعدي الازمه دي، هنعديها حتى لو تنازلنا، حتى لو اجتهدنا، حتى لو تعبنا، ولعل الضيقه تنشئ فينا الاحساس بالرجوله والاحساس بالاخر؟ لو انت مؤمن الله لن يتركك، وكل حاجه هتتعمل يمكن مش زي ما انت عايزها بس بحسب تدبير صلاحه، ربنا مش هيسيبك. لغايه دلوقتي الناس بتتجوز، لغايه دلوقتي الناس بتخطب، لغايه الناس دلوقتي بتركب مواصلات، ولغايه دلوقتي الناس بتشتري لبس. يمكن مش زي الاول، يمكن كنت بتنزل تشتري ربع رومي وربع شيدر وربع فلامنك، بقت ربع جبنه بيضه قديمه حلو بس برضو في البيت في اكل، غيرك ما عندوش. طولت عليكم. يبقى احنا النهارده بنتكلم على ازاي نواجه الازمات. واحد، عدم الشكوى. اتنين، التنازل. ثلاثة، الواقعيه. اربعة، الاجتهاد. خمسة، الايمان، لان الله قادر والله فاعل. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات.